وإلى وزارة البترول، فقد بحث كل من طارق الملا وزير البترول ووزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل والوفد المرافق له استئناف ضخ الغاز المصري إلى لبنان في إطار عقد تصدير الغاز الموقع بين الدولتين عام 2009، حيث تم الاتفاق على مراجعة البنود الفنية والاقتصادية والتجارية للعقد، فضلا عن بحث تدريب الكوادر اللبنانية في مجال البترول والغاز بمراكز التدريب المصرية. من جانبه أكد الملا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه التعاون للبنان في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز.